أسامة، تفتكر نادي الزمالك محتاج كام لعيب السنة الجاية؟ نادي الزمالك يا كابتن محتاج خطة طويلة المدى مع صبر من الجماهير، لأن كابتن صعب. احنا ممكن السنة الجاية على فكرة ما نشاركش في دوري الأبطال. لا أنا بتكلم ممكن ما نشاركش في دوري الأبطال، ممكن نشارك في الكونفدرالية مثلا. أنا بتكلم مش المشاركة مش فارقة معايا. أنا اللي فارق معايا أنا لاقي فريق جامد، فريق قوي، فريق متجانس مع بعضه، فريق عنده شخصية نادي الزمالك، البطولات. دي محتاجة وقت. لو احنا ما صبرناش يا كابتن وننسى الدوري ده، وممكن ننسى الدوري اللي جاي عشان نكون فريق يعيش معانا 7 8 سنين، يا كابتن مش مهما تعمل مش هنصلح حاله. انا كابتن بتكلم في قوام رئيسي كله طار، فاللعبه دي محتاجه. لا بس انت ممكن مع بدايه الموسم يا اسامه، لا ممكن تجيب لعيبه كويسه. ما هو كابتن خد بالك اللعيبه الاجانب بالذات. ماشي انا معاك، الانسجام يا كابتن محتاج وقت. لازم خد بالك 2014 2015 جبنا 17 لعيب، خدنا دوري وكاس. يعني قصدي ايه؟ يعني لو انت جايب لعيب كبير هينسجم بسرعه. لو جايب لعيب دولي، لو جايب لعيب مهم. وانا عايز اقول حاجه، يعني ما كنتش كابتن محتاج كميه اللعب اللي انت عايزها. انا بتكلم دلوقتي في اللعيبه جوه الملعب ولعيبه خارج الملعب. انا دلوقتي ما عنديش دكه وعندي لعيبه في الملعب مقصره جامد جدا. يعني انا محتاج جوه الملعب 5 وبره الملعب على الاقل 7. يعني محتاج 12 لاعب عشان يندمجوا ويخشوا الفريق، محتاج وقت ومحتاج مدرب جامد ومحتاج مدرب تقيل والصبر عليه، لازم الصبر عليه. ما عملناش بجانب طبعا استقرار مجلس الاداره والاستقرار المالي. ما انا مين اللي هجيب اللعيبه؟ ما هو لازم في استقرار يا كابتن، صح. ولازم القرارات تاخد، ما يتعاملوش مع نادي الزمالك ونادي قليل. لازم الدوله تتدخل في حاجه زي كده. الدوله تمثل في وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، هو راجل محترم وراجل فاضل، لازم يتدخل. نادي الزمالك مش نادي صغير يا جماعه للكلام ده. نادي ليه جماهيريه وشعبيه كبيره جدا في الوطن العربي. بتتكلم في 40 50 مليون واحد بيشجع نادي الزمالك. يقول لك 40 50 مليون يا عم الفتاة، 40 50 مليون والله العظيم بيشجعوا. فانت محتاج دعم كبير، محتاج دعم مادي ودعم معنوي ودعم اداري ودعم مادي قوي جدا 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 يا كابتن، لانك عليك فلوس للفيفا برضه. طيب.